أهلا بيكم من جديد من بلد الفن والجمال والرومانسية. أهلا بيكم من فرنسا، بس مش من باريس. أنا زرت مدينة جميلة جدا يا جماعة اسمها غوان، موجودة في شمال فرنسا، بيسموها عاصمة الشمال أو عاصمة منطقة نورماندي. منطقة ساحلية جميلة جدا وكل المدن بتاعتها خلابة الحقيقة. خلال زيارتي ليها شفت حاجة جميلة جدا حبيت أشاركها معكم. شفت فرق عزف آلات موسيقية نحاسية جماعية أبهروني بطريقة عزفهم والأغاني اللي بيقدموها والعزف الجماعي الغريب، طريقة عرضهم للأغاني بشكل مختلف، بالإضافة أنه شكل احترافي جدا، عمل جماعي جميل ما شفتوش في أي بلد قبل كده. ناس فنانين بجد ومحترفين لدرجة أنك ما تقدرش تمشي من قدامهم إلا لما يخلصوا خالص، وتبقى عايزهم يعيدوا تاني وتالت ورابع. الشكل ده من موسيقى الشوارع كان جديد عليا، حبيت ان احنا نتفرج عليه مع بعض. ما تنسوش تقولي رأيكم في الكومنتات عجبتكم ولا لا، لأن رأيكم بجد يهمني.
هجموا علينا هجموا علينا. Thank you.
Thank you.